جماعة الحوثي أشعلت الموقف داخل اليمن، وذلك من خلال تنفيذ هجوم بري خطير على مواقع سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية. وهذا الهجوم تم خلال 48 ساعة الماضية، والتفاصيل نشرت بالكامل من قبل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بالإضافة إلى شيبا انتليجنس البريطاني. الهجوم كان قادما باتجاه محافظة مأرب باللون الأزرق، هذه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، واللون الأحمر يمثل مواقع سيطرة جماعة الحوثي. والهجوم جاء باتجاه جنوب محافظة مأرب، يعني بشكل أوضح هو جاء باتجاه تقريبا هذه المنطقة، خاصة وأن الحدود الإدارية الجنوبية بين مأرب وبين شبوة تأتي هنا، ومرشح تماما أن تكون هذه هي المنطقة التي جاء بها هذا الهجوم، أي باتجاه هذا الجبل، جبل البلق الشرقي والبلق الأوسط كذلك. ونقاط السيطرة تقريبا بالنسبة للحكومة الشرعية هي تأتي بهذا الشكل التقريبي، يعني مرة أخرى بأن الحكومة الشرعية منتشرة هنا بهذا الاتجاه، تسيطر على مدينة مأرب النفطية المهمة للغاية، وجماعة الحوثي تنتشر في هذه المنطقة وهي تحت سيطرتها. الذي جرى أن الجماعة ببساطة فاجأت الحكومة الشرعية وقوات الشرعية بهجوم سريع باتجاه مواقع الحكومة الشرعية اليمنية، والذي جرى أن الحكومة الشرعية كانت منتبهة تماما لهذا الهجوم، اشتبكت مع قوات جماعة الحوثي وأسقطت العديد من الخسائر بجماعة الحوثي، وثمانية من مقاتلي الحوثي قد قتلوا بسبب هذا الهجوم، وكذلك خسائر بالمعدات قد تعرضوا لها. وهذا هو الذي دفع هذه الجماعة في نهاية المطاف أن تنسحب من مواقعها، وأن تنجح الحكومة الشرعية في التصدي لهذا الهجوم. وهذا الهجوم هو يأتي بعد يوم واحد فقط من انطلاق صاروخ من مواقع سيطرة حكومة أو من مواقع سيطرة جماعة الحوثي لتستهدف مباشرة مدينة مأرب، وسقط هذا الصاروخ على ضواحي مدينة مأرب وانفجر هذا الصاروخ في تلك المنطقة. لم يكن هنالك أي قتلى أو أي جرحى، ولكن الأوساط اليمنية طبعا اعتبرت هذه المسألة خطيرة وخطيرة للغاية، وقالت بهذا الشكل بأن صاروخا باليستيا قد أطلق من قبل جماعة الحوثي باتجاه مدينة مأرب كما تلاحظون، وقالوا بأن هنالك رغبة من الجماعة بفتح الجبهة الداخلية والبدء بحرب داخلية. ولو لاحظنا هنا بعض الملاحظات على هذا الصاروخ، من الممكن أن نتعرف إلى طبيعة الصاروخ الذي استخدمته هذه الجماعة. نلاحظ من هذا الجناح الخلفي الخاص، من التصميم الخاص لهذا الصاروخ، ستلاحظ أن الصاروخ تقريبا يتطابق بشكل متكامل مع صاروخ برق اثنان الخاص بهذه الجماعة التي نتحدث عنها، صاروخ أرض جو يصل مداه إلى 70 كيلومترا، ويستطيع من التحليق على ارتفاع 20 كيلومترا، وهو طبعا يستخدم لاستهداف الطائرات المسيرة، الطائرات الحربية، وكذلك الطائرات المروحية بشكل عام. وهذا الصاروخ لو لاحظنا واقتربنا قليلا من هذه المنطقة ستلاحظ تقريبا نحن أمام نفس التصميم الخاص بالصاروخ الذي رأيناه قبل قليل، صورة أوضح لهذه المنطقة الخلفية لهذا الصاروخ. ستلاحظ نعم من أجنحة الصاروخ، من شكل الصاروخ، نحن واضح جدا أمام صاروخ برق اثنان هو الذي أطلق من قبل هذه الجماعة. كل شيء متطابق بين هذين الصاروخين، وهذا الأمر ينطبق تماما مع معلومة أيضا نشرت من قبل شيبا انتليجنس، معلومة من المعلومات العسكرية والمصادر العسكرية أو مصدر عسكري هو الذي أبلغهم بأن جماعة الحوثي قامت بنشر منظومات أو منظومات دفاع جوية موجودة في صرواح هنا التي تأتي من ضمن مناطق سيطرتهم، وبسبب نشرهم لهذه المنظومات في هذه المنطقة فجأة لاحظوا طبعا جماعة الحوثي أن هنالك طائرة مسيرة أمريكية حاولوا من استهدافها، لم يتمكنوا من إسقاطها، وبعد ساعات من هذا الهجوم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب شيبا انتليجنس لتقوم بتنفيذ غارات باتجاه صنعاء وكذلك على الحديدة، وضربوا مخازن الأسلحة الخاصة بجماعة الحوثي. كان هنالك سقوط لعدد من المدنيين بحسب نفس المصدر الذي تحدث عن طبيعة هذه الضربات، ولكن الولايات المتحدة جاء طبعا هذا الهجوم منها كرد على هذا الاستهداف باتجاه طائرة المسيرة الأمريكية، وأيضا بسبب الاستهدافات التي تأتي في المياه الإقليمية باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، وطبعا بكل تأكيد مضيق باب المندب. وهذا التطور من نصب هذه المنظومات وهذا الهجوم البري الذي نتحدث عنه، واضح جدا أن الجماعة هنا
تحاول من جس النبض للدفاعات الخاصة بقوات الحكومة الشرعية اليمنية، وأيضا في نفس الوقت نصب هذه المنظومات الدفاعية تعطي غطاء للقوات المتقدمة عندما تبدأ بالهجوم لحمايتها من أي ردات فعل من الحكومة الشرعية اليمنية، إن كانت من الطائرات المسيرة أو طائرات حربية وغيرها، وكذلك تعطي غطاء جيدا أيضا للخطوط الخلفية للقوات الخاصة بجماعة الحوثي لاستمرار عمليات الإمداد. وهذه التطورات هي تأتي بعد العديد من التقارير، منها تقرير صدر في شهر يناير من هذا العام من قبل شيبا انتليجنس، تحدثت ببساطة بأن الجماعة تخطط للهجوم على خط الأنابيب الممتد من صافر في مأرب باتجاه بلحاف الموجودة في محافظة شبوة المطلة على خليج عدن، وهذا لسبب مهم للغاية، لأن الجماعة تريد السيطرة على النقاط النفطية المهمة الموجودة في مأرب، وكذلك على الغاز الموجود في شبوة، مستغلة العديد من الظروف التي تجري في الداخل. هنالك استياء تظاهرات في شبوة آنذاك في شهر يناير تحديدا الذي نتحدث عنه، غلاء للأسعار وغيرها، وبالتالي الجماعة أيضا تريد أن توجه ضربة لخصومها المحليين من خلال هذه الهجمات. وبعد ذلك لاحظنا أن هنالك تطورا كبيرا في مستوى التعبئة لجماعة الحوثي تحت عنوان طوفان الأقصى، بأنهم يريدون إرسال المقاتلين اليمنيين الذين ينضمون إليهم إلى قطاع غزة. انتشروا وقاموا بالتعبئة في العديد من المحافظات التي تطل مباشرة على مواقع سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهنا بدأت تأتي المعلومات من شيبا انتليجنس وغيرها من المصادر بأن جماعة الحوثي تحضر للهجوم على الحكومة الشرعية وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وها نحن بدأنا نرى مثل هذه الهجمات التي نتحدث عنها الآن، وكذلك المناورات العسكرية والتدريبات العسكرية المستمرة للجماعة باتجاه أيضا مواقع الحكومة الشرعية، وآخرها قبل 10 أيام القوات الخاصة في جماعة الحوثي قامت بتمرين عسكري وكذلك بمناورة عسكرية إلى جنوب مجزر داخل مأرب، وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة هذه المناورة العسكرية كما تلاحظون، هذه إحدى اللقطات، لقطات أخرى لإطلاق الصواريخ في هذه المنطقة، مما يؤكد انتشار الصواريخ في هذه المنطقة من الجماعة، وكذلك أيضا تلاحظ هذه اللقطة الأخرى لطبيعة التدريبات، وهذه لقطة أخرى نوعا ما توضح لنا طبيعة التضاريس في هذه المنطقة مع الجبال المرتفعة التي ترشح بأننا أمام صنعاء، هنا الجبال الموجودة في صنعاء، وبالتالي إذا ما أخذنا بعض العلامات الموجودة وبسرعة سنلاحظ بأننا أمام الطريق هنا ترابي، يأتي كانعطافة أولى انعطافة ثانية ثم يأتي لهذه الفتحة التي تقع بين هذين التلين كما هو واضح، هذه الفتحة التي يجب أيضا أن نركز عليها، وكذلك شكل الجبال يأتي مميزا بهذا الشكل، وهذا جبل آخر أيضا بهذا الشكل مع شرخ نوعا ما أو علامة مميزة بين الجبال، ستكون مفيدة في تحديد هذه المنطقة الترابية التي ليس فيها الكثير طبعا من العلامات. وعلى هذا الأساس إذا ما اتجهنا الآن إلى القمر الصناعي ونحاول أن نقترب من منطقة مجزر إلى جنوب مجزر، هذه هي مأرب التي رأيناها وهذه هي منطقة مجزر التي سنلاحظها، هنا مجزر إلى جنوبها، هنا بالضبط كانت عملية المناورات الخاصة بالقوات الخاصة Special Forces في جماعة الحوثي، نقوم بعملية التفاف بسيطة باتجاه محافظة صنعاء، وستلاحظ فعلا بأننا أمام نفس العلامات، خاصة إذا ما أخذنا صورة أكبر لهذه المنطقة ستلاحظ بأن هذا الطريق هو نفس الطريق الذي رأيناه قبل قليل، أين هي هذه الطرق؟ ستلاحظ هذا هو الطريق الأول، أولا هذه انعطافة أولى انعطافة ثانية، وهذه هي الفتحة التي تحدثنا عنها، التل الأول التل الثاني، وهذه هي بالضبط نفس الجبال التي رأيناها قبل قليل، وهذا هو الشرخ الواضح أمامنا. بالتالي عملية المناورة العسكرية كانت هنا من قبل جماعة الحوثي، المنطقة ليست بالبعيدة أبدا من مدينة مأرب النفطية المهمة التي تعتبر نقطة استراتيجية للحكومة الشرعية، خسرت الحكومة الشرعية هذه المنطقة يعني خسارتها للكثير من الدعم، قد تكون حتى الشرعية والدعم الذي تتمتع به تفقده تماما، بالتالي هذه التدريبات لا تبعد إلا ما يقارب المسافة أو مسافة 62 كيلو مترا فقط، تحشيدات تعبئة مناورات منظومات دفاعية، وها نحن بدأنا نرى قوى صغيرة ومجاميع صغيرة تهاجم مواقع الحكومة الشرعية اليمنية. وفي نفس الوقت أيضا الجماعة لم تتوقف عن هجماتها في
البحار أو في المياه الإقليمية بشكل عام. على سبيل المثال، في 48 ساعة الماضية هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أكدت بأن كان هنالك هجوما في البحر الأحمر باتجاه المخا. كما تلاحظون، القيادة المركزية الأمريكية تحدثت بالضبط عن نفس هذا الهجوم وعن تفاصيل هذا الهجوم، وتأكد بأن سفينة هوانغ بو، السفينة الصينية المملوكة من قبل الصين، هي تحمل علم بنما ولكنها مملوكة من الصين وتدار من شركة صينية، هي كانت الهدف لهذه المسألة. القيادة المركزية الأمريكية أكدت هذا الاستهداف، بالإضافة إلى هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية. الجي كابتن أيضا أكدت أن هذه السفينة صينية وقد استهدفت، وحتى أن التسجيلات الخاصة بهذه السفينة على المارين ترافيك توضح لك بأن السفينة أولا كانت قادمة، إذا ما اقتربنا من هذه الصورة، قادمة من روسيا، وهنا وضعوا ملاحظة بأن السفينة صينية كي لا يستهدفها ولا تستهدفها جماعة الحوثي، ولكن جماعة الحوثي استهدفت هذه السفينة بخمس صواريخ باليستية. واحدة من الصواريخ ضربت هذه السفينة بشكل مباشر واشتعلت النار بهذه السفينة لمدة 30 دقيقة. احتاجوا 30 دقيقة حتى أن يقوموا بإطفاء هذه السفينة. السفينة لم تغرق، لا جرحى لا قتلى، ولكن سفينة صينية قد ضربت، وجماعة الحوثي سبق وأن قالت بأنها لن تستهدف السفن الصينية ولا السفن الروسية كما تلاحظون. وكذلك أيضا الفوربس كانت قد تحدثت الأمريكية بأن هنالك اتفاقا بين جماعة الحوثي وروسيا والصين بأن لا يستهدف السفن الصينية والروسية، مقابل أن يكون هنالك دعما دوليا وسياسيا من قبل روسيا والصين لجماعة الحوثي في مجلس الأمن الدولي، في الأمم المتحدة وغيرها. وكذلك الخارجية الروسية أكدت أن الحوثيين لن يستهدفوا السفن الروسية، ولكن ها نحن أمام استهداف تجاه سفينة صينية، وهذا الأمر يبدو محرجا بالنسبة لجماعة الحوثي، خاصة وأننا لاحظنا منذ 19 من هذا الشهر تحديدا لم يكن هنالك أي تصريح قادم. آخر بيان صدر للعميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي كان في 19 من مارس، ولم يصدر منه حتى هذه اللحظة أي بيان حتى حول السفينة التي نتحدث عنها، لأنها مسألة كما تحدثنا محرجة، بالضبط كما حدث في شهر يناير من هذا العام عندما قامت جماعة الحوثي بالخطأ باستهداف ناقلة نفط روسية. بعد ذلك قاموا مباشرة بالاعتذار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طبيعة هذا الاستهداف الذي جاء باتجاه هذه السفينة، ويبدو بأننا سنرى أيضا اعتذارا من جماعة الحوثي للصين بسبب استهدافهم لهذه السفينة الصينية. لكن بشكل عام هذه التطورات جعلت أسعار النفط أن ترتفع، والبرنت الخام الآن قد ارتفع اليوم إلى 36.13 دولار لبرميل البرنت الخام الواحد، وبالتالي الأسعار ترتفع، الظروف خطيرة للغاية. مع ذلك كنا أمام أنباء مهمة اليوم من مجلس الأمن الدولي بأن هنالك تبني لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. هنالك بعض الملاحظات على هذه المسألة، لكن قد تلعب دورا في تهدئة الأمور، وقد تلعب دورا في انزعاج إسرائيل واندفاعها لرفح دون الالتزام بهذا القرار، خاصة وأن القرار لم يذكر أي إدانة لحركة حماس، ولم يذكر كذلك بأنه إيقاف إطلاق النار دائم أو مؤقت. بالتالي هنالك خلافات حول طبيعة هذا القرار الذي ممكن أن يكون أو أن تكون له انعكاسات على ما تحدثنا به اليوم.